بالنسبه لهذا الشيء ديالو بعدا في الجهه ديالنا اللي ما نطبلوش واخا لا غير نكمل عاد واخا الاستاذ يسمح حنا ما غنسمحش في الحق ديال الاستاذ جوستو راه وقع ديك النهار مدير مؤسسه قاصر حنا هذا راه قرار دابا على صعيد الاكاديميه اللي بغى يسمح في الحق ديالو ما كاين اخر حد المؤسسه كيفاش غادي تضبط وحنايا بالنسبه للاداريين عندنا حارس عام واحد ديسمبر غادي تدخل 21000 استاذ في المغرب